كيبدا الجزء الثاني للفيلم ديالنا بفيلنس وهو صغير وكيتفرج في المثل ديالو الاعلى اللي هو العالم والمخترع شيسترفي اللي كيهضر على الاختراع ديالو الجديد وهو طرف ديال الماكله بمذاقات مختلفين. من تما وفيلنس الحلم ديالو يكون مخترع بحال شيسترفي وبقى كيخترع ويطور حتى اخترع الاله اللي كتصنع الماكله اللي كانت دمرات الجزيره ديالهم في الجزء الاول. نرجعوا لوقتنا دابا مع فيلنس وسام والناس ديال الجزيره اللي عاد دمروا هذيك الاله. شويه هبطات عليهم طياره وخرج منها شيسترفي. فيلنس فرح بزاف ومشى يسلم عليه ولكن لقاه غير تصويره ترودي وماشي حقيقي. قال لهم باللي الحكومه كلفات الشركه ديالو باش تحيد طرف ديال الماكله اللي في العالم كله وزاد قال غادي نديوكم لكاليفورنيا حتى نخويو الجزيره ونرجعوكم ليها. فيلنس وسام فرحوا بزاف حيت المقر الشركه ديالو كاين في كاليفورنيا وزاد صدم فيلنس فاش قال له غادي تكون من بين المخترعين في الشركه معانا. من موراها جاو الطيارات اللي غادي تنقل سكان الجزيره. فهاد اللحظه كنشوفوا الاله ديال فيلنس خدمات الغد ليه فاق وهو متحمس بزاف لنهارو الاول في الشركه. ركب في الطوبيس وكيف وصل رحبات به المساعده بارد وقالت ليه ما بقى والو للمسابقه المخترعين واللي غادي يقدم احسن اختراع غادي يكون من مساعدين ديال شيسترفي وغادي تعطاه نفس الجاكيطه ديالو. من هذاك النهار وفيلنس خدام على الاختراعات وما خلى ما صاوب وكل شيء كان كيجربوه ديما على باه. وفي الاخير قرر يشارك بصندوق المفاجات اللي غير قاسوا القرض ديالو تفرقع على باه مسكين. من بعد 6 شهور جا النهار ديال المسابقه وكان كل شيء متحمس وخا هكاك ما يكونش شي حد فيهم بحال فيلنس اللي قال القرض ديالو فاش يسمع كلمه احتفال يبرك على هذاك الصندوق. دخل شيسترفي للقاعه وعلن على القطعة الماكلة اللي اخترع والتطور الجديد اللي دار عليها. من بعد اعلن على المسابقة وحتى على الجاكيطة اللي ربحها واحد اخترع طنوبيل كتوفر الطاقة. هنا فيلنس حزن بزاف وقال ما بقى لا ربح لا احتفال. القرد ديالو ستيف غير سمع كلمة احتفال برك على الصندوق فتفرقع عليه وعلى اللي في القاعة شي اللي خلاه كل شي يضحك عليه. فيلنس خرج هو حزين على هاد الشي وباه وسام حاولوا يواسيوه باش ينسى. المساعدة بارو جات لعند شيسترفي تعلموا باللي الفرق بجوج اللي صيفطوا للجزيرة ما كاين عليهم حتى اخبار وحتى الالة ديال الماكلة ما قدروش يوصلوا ليها. شيسترفي ضخ بزاف وما عرف ما يدير وقال لها الا بغينا ننجحوا في هاد المهمة خاصنا ضروري شي حد اللي يكون عارف مزيان الجزيرة قنت بقنت ويقدر يوصل حتى للالة ديال الماكلة. وهنا ما فكر غير في مول الفضايح فيلنس وقال المساعدة ديالو تقولها ليه. هي صيفطات ليه باللي شيسترفي بغى يتلاقى معاه فاش مشى للشركة وراه البرجر اللي هجم على الفريق ديالو. فيلنس قال له هادشي كيعني ان الالة ديالي رجعت خدمات. شيسترفي عطاه USB وقال له الا قدرتي توصل للالة ديالك غادي تقدر تدمرها وهذه هي المهمة ديالو والا بقات حتى تعلمات هاد الماكلة تعوم في البحر غادي تهجم على العالم كله. وقال له راه الفريق قلب حتى عي على الالة وما قدروش يلقاوها. فيلنس قال له انا اللي اخترعتها وانا اللي غادي نلقاها. من بعد وصاه باش ما يقول حتى شي حد راه غادي يرجع للجزيرة ولكن فيلنس غير مشى دغيا قالها لسام اللي في البلاصة قالت ليه غادي نمشي معاك فوصاها ما تقولها لحد ولكن باه كيسمع ليهم وحتى هو ما سكتش ومشى قالها للبوليسي اللي قال لهم حتى انا غادي معاكم. وفي التالي خداو معاهم حتى المصور برانت. من بعد مشاو للميناء فلقاو باين فيلنس كيسين فيهم بالباطو ركبوا فيه حيت ما كاينش كيفاش يمشيو وهما غاديين. بدا فيلنس كيقول لهم على الخطه ديالو. اول حاجه يديروا هي يوصلوا للمختبر ديالو باش يصوب جهاز التعقب اللي غادي يلقى به الاله ديالو. من بعد غادي يمشيو ليها ويديروا فيها USB ويدمروها. كان كل شيء واضح حتى اللحظه اللي غادي يوصلوا للجزيره ويلقاوها كلها مهدمه وعامره ماكله عملاقه. هبطوا كلهم ولكن فيلنس خاف على با حيت ما غاديش يعرف يتصرف وطلب منه يبقى في الباطو ويساينهم فسمع ليه وبقى. شدوهما الطريق وسط الجزيره والبوليسي كيامن لهم الطريق حتى وصلوا لمقر فريق شيسترفي اللي كان مهدم ومهجور وما فيه حد. شافوا واحد الصندوقه صغيره كتحرك قرب منها فيلنس وفاش فتحها لقى فيها فريزه كبيره وتما تصدمو فاش بدات كتحرك وصدقات فريزه حيه. فيلنس تخلع منها بزاف ولكن سام ارتاحت ليها وشافتها ظريفه فهزاتها وفيلنس بقى كيقول لها تحطها حيت مازال خايف منها. تما خدات ليه الفريزه USB من عنقو وكلاتها فاضطروا ياخذوها معاهم وهما كيقلبوا حتى ترميها ليهم وهو
وهما في طريقهم كيقلبوا تصدموا فاش لقاو مجموعه من الحيوانات علاش كل ماكله وسط الجزيره ومعمره الدنيا تما. من بعد ركبوا في طوموبيل خاسره باش يدوزوا من الواد اللي عامر حيوانات شكلها زوين. اما شيسترفي كان حاضيهم بالالات ديالو وغير شافهم كاملين قرر يمشي لعندهم باش يفرقهم حيت ما بغى حتى شي حد يعرف شي معلومه على الماكله الحيه اللي ولات عايشه تما. الابطال ديالنا هبطوا من الواد وتما لقاو بورغر اللي على شكل عقرب تابعهم وكيجري حاولوا يتخباو منه ولكن قدر يوصل ليهم. وفاش كان على عيني هجم عليهم وصلت الطياره ديال شيسترفي خاف منها البورغر وهرب. هبط من الطياره واول حاجه سول على الفريزه الحيه اللي معاهم فقالوا له راه كلات اليوسبي. تما المساعده ديالو خرجات الموس وخلعات به الفريزه حتى خرجات اليوسبي وهكا خداوها ومشاو وبقات هي كتشوف فيهم. كملوا طريقهم مع رجال شيسترفي اللي كانوا مأمنين لهم الطريق. اما باينفيلد خرج من الباطو حيت جاه الجوع ومشى للمحل ديالو باش ياكل. اول ما دخل لقى بواطه ديال الحوت وحده اللي بقات فجلس باش ياكلها. تما دخلوا عليه بزاف من الخيار الحي كيقلب حتى هو على الحوت باش ياكل وغير شافوا البواطه عنده خداوها ليه وكلاوها هما وهدوه باش يصوب ليهم وحده بحالها. وهنا خداهم معاه للباطو باش يصيدوا السردين من البحر. بقى كيصيد والخيار حداه فرحان وكيغني وقال لهم كنت كنتمنى كون كان معانا ولدي فيلنت دابا. فيلنت حاليا قدر يوصل لدارهم وفرح بزاف ولكن فرحته ما كملاتش فاش لقاو المختبر ديالو تعلق فوق واحد الشجره. قدر يطلع ليه هو والقرد ديالو حتى شيسترفي وغير دخلوا لقاو البيسي ديالو خاسر فما عرفوا ما يديروا. قال له شيسترفي خاصنا ضروري شي حل اللي نقدوا به العالم. فين جاتو فكره باش يخدم بالوحده ديال التخزين ديال البيسي ويصاوب منها جي بي اس اللي غادي يلقاو به الاله. وحيت الماء اللي تما فيه الضو ربطوا راسهم بحبال كتجبد باش يقدروا يجمعوا داكشي اللي خاصهم بلا ما يقيسوا الماء. دخل فيلنت يجيب وحده التخزين وجا عنده شيسترفي وقال له من الاحسن ما تثيقش في صحابك حيت كيغيروا منك. من بعد ما خداو داكشي اللي بغاو مشاو يرتاحوا. في الليل المصور طيب ليهم ما ياكلوا وفاش برانت عطى الفيلنت حقو من العشاء تفكر الهضره ديال شيسترفي على صحابه وضرب التبصيل حتى طيحوا في الارض ومشاو خلاهم. الشيء اللي خلى المصور وبرانت يتقلقوا من هادشي اللي دار. من بعد مشات عنده سام وسولاته علاش دار هادشي. جاوبها شيسترفي قال لي الماكله اللي غادي تجي من عدو قديم تقدر تكون مسمومه. قالت ليه سام بالعكس العدو القديم ممكن يولي احسن من صديق وتاثر بهضرتها بزاف. شيسترفي كان كيسمع ليهم فغضب وقال للبارب خاصهم ضروري يفرقوهم على بعضياتهم باش يقدر يكمل الاصدار الجديد من قطعات الماكله ديالو. الغد ليه في الصباح مشى فينت وطلب السماحه منهم على داكشي اللي دار البارح وخدم الجي بي اس باش يتبعوا الاله. وهما في الطريق سمعوا صوت كيخلع حتى لقاوه ديناصوره كبيره من تاكوس وبوكاديو جايه تهاجمهم. حاولوا يهربوا والمساعدين شيسترفي حاولوا يمنعوهم ولكن هزاتهم ورماتهم البعيد وبقات تابعه بارب وكانت على ينشدها ولكن قدر فيلنت يعتقها في اخر لحظه. واحد من المساعدين جا وجمد ليها رجليها حتى قدروا يهربوا منها. اما سام من بعد ما مشى كلشي شافتها باللي ام وغير خايفه على ولادها وكتحمي فيهم. من بعد وصلوا لبحيره من العسل. هنا سام قالت لفيلنت ما خاصوش يدمر الاله حيت هاد المخلوقات ظريفه وما غاديش تادي شي حد من غير الا حسات بالخطر. تما دخل شيسترفي وقال لي هاد المخلوقات خطيره على العالم والا خليناها غادي تحكم العالم. فيلنت اقتنع بهدرته وكمل طريقه باش يدمر الاله. الشيء اللي خلى سام تقلق وتقرر تخليهم وتمشي ومشى معاها حتى البوليسي والمصور وبرانت والقرد. في طريقهم هاجمهم البورغر وقبل ما ياديهم هدناتو سام وقدرات تقرب منه وعرفاتو كائن ظريف وماشي شرير وقدروا يعرفوا باللي كان كيهجم عليهم حيت شاف عندهم اللوغو شركه شيسترفي اللي كيستغلهم على ود الاختراع ديالو. وهنا قرروا يرجعوا يعلموا فيلنت باش ما يدمرش الاله ولكن واحد من رجال شيسترفي جا وقدر يجمدهم كاملين. هادشي كله كانت كتشوف فيه الفريزر اللي كانوا لقاو فحزنات عليهم وبغات تمشي تنقدهم ولكن صحابها ما خلاوهاش حيت خافوا عليها. اما فيلنت وشيسترفي وصلوا للبلاصه ديال الاله اللي تفاجئ منها شحال زوينه. طلع فيلنت حتى وصل ليها وشافها وهي كتخرج حبات ديال المارشميلو حيه. كانوا ظريفين بزاف. هنا عاد عرف باللي سام على حق وقرر باش ما يدمرهاش ولكن شيسترفي وقف ليه في وجهه حاول تاعيه يمنعه ولكن قدر ياخذ منه اليوسبي ورماها حتى دخلت في الاله. هنا زاد فيلنت تصدم اكثر فاش عرف باللي هذيك اليوسبي قادره تبرمج الاله وياخذها شيسترفي ماشي باش يدمرها. وهنا جات الطياره ديالو وهزات الاله وشيسترفي طيح فيلنت من الجبل وطاح في الماء. من بعد نزلوا الطيارات كيجي
يجمعوا في الحيوانات الحية اللي في الجزيرة. أما سام، برانت، المصور، البوليسي، القرد ستيف والبورغر خداتهم المساعدة بار بالمقر الشركة ديالهم اللي كاينة في الجزيرة. فيلن تعتقوه الحبات المارشميلو من الماء وداتو الخيار اللي خداوه الباه، وغير فاق قال ليه راه شي سترفي غادي يدمر الحيوانات كلهم على ود الاختراع ديالو. وهنا جات الفريزة وصحابها وقالوا ليه على اللي طرال سام وصحابه، تما كان خاصو ضروري يمشي ينقذهم. الفريزة دارت صوص مجهد وعيطات به على الماكلة الحية اللي مازال كاينة في الجزيرة، وفاش جمعاتهم تحدوا كلهم باش يعتقوا سام واللي معاها ويرجعوا الآلة ديالهم. من بعد بداو كيجمعوا في اي خردة كاينة في الجزيرة من طنوبيلات وسلوكة ديال الضو، وقدروا يصوبوا صنارة كبيرة بزاف ورماو بها فيلنت والفريزة لداخل ديال الشركة. وغير دخلوا مشات الفريزة كتحرر في الماكلة الحية، وفيلنت طلع باش يحرر صحابه ووصل ليهم ولقى شي سترفي رابطهم وعلاين يرميهم في الآلة اللي غادي تقتلهم. حاول فيلنت ياخد منه جهاز التحكم ولكن دار من راسه بزاف ديال النسخ. فيلنت جاتو فكرة باش يخدم الصندوق للمفاجآت اللي اخترع، ولكن ضربوا ليه شي سترفي من يده. وهنا فيلنت قال كلمة احتفال وخلى القرد ديالو ينقز على الصندوقة وبرك عليها وتفرقعات على النسخ. هكا تمحاو كاملين وقدر فيلنت يشد منه الجهاز ديال التحكم وحرر صحابه وطلب منهم السماحة حيت ما تيقهمش في الاول. فهاد اللحظة مشى شي سترفي هز الآلة ديال الماكلة وبغى يهرب بيها، ولكن حصراتو الفريزة والحيوانات اللي حرات من جهة وفيلنت وصحابه من الجهة الثانية، وجات بارب المساعدة ديالو من جهة أخرى وسرقات منه الآلة والبورغر العنكبوت كلاه. المساعدة بارب عطات الآلة لفيلنت اللي رجع خدمها، وهكا رجعت الحياة للجزيرة وقدر يصيد أول حوتة ليه مع باه وكملوا حياتهم فرحانين مع اختراعاته. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وقبل ما نقول لكم الفيلم ديالنا سالى غادي نطلب منكم تدخلوا عندي للفيسبوك، غنخلي لكم الرابط في الوصف، وفي أول تعليق راه كنحط الملخصات في نفس الوقت مع اليوتيوب لصحاب نجمة 6. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتة وديروا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.